يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفل زواجي قريب إن شاء الله، وأنا ممن يرى حرمة التصوير بالجوال، تعلمون نعم. حفظ، يقول حفل زواجي قريب إن شاء الله، وأنا ممن يرى حرمة التصوير بالجوال، تعلمون حفظكم الله انتشار التصوير في حفلات الأفراح، فهل يلزمني أن أنكر عليهم إذا قاموا بتصويري؟ اشترط عليهم انهم ما يعملون الشيء هذا، اشترط عليهم، واذا قدرت انك تمنعهم امنعهم، لكن اشترط عليهم ان ما يكون فيه تصوير ولا يكون فيه شيء من المعاصي، واذا قدرت على منعهم بالفعل امنعهم، يجب عليك هذا. نعم.